السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة الدروس التعليمية لإطار العمل كودجنايتر المقدمة من ويكيتيكي. سنتكلم اليوم عن مكتبة باجينيشن وكيفية استخدامها، وسنقوم إن شاء الله بإنشاء هذا المثال مع نهاية الدرس. كما تحدثنا سابقا إن استخدام إطار العمل يسهل علينا الكثير من الأمور، فبناء باجينيشن باستخدام PHP بدون إطار العمل يحتاج لكثير من الوقت والجهد، بينما الآن سنقوم ببنائها خلال بضع دقائق لا أكثر. لنبدأ إذن. بداية سنلقي نظرة على قاعدة البيانات التي سنتعامل معها. لدينا قاعدة بيانات باسم باجينيشن تحوي جدول باسم كورسز، وهذا جدول مؤلف من ثلاثة عمدة ID Name و Description، ويحوي 30 سطر. لنأخذ مجلد CI جديد آخر إصدار، يقوم بفك ضغطه وتغيير اسمه إلى Pagination. لنأخذه إلى لام سيرفر، وكالعادة نصدره إلى Sublime Text، ونبدأ كالمعتاد مع ضبط الكونفيجريشن الخاصة بنا. نقوم بعمل autoload لـ database library، و URL helper، كلاهما سنقوم باستخدامهما في مثالنا. يكمل مع ضبط إعدادات الـ database، اسم المستخدم root، كلمة المرور فارغة، اسم الـ database pagination، ولننهي مع routes، ونقوم بضبط الـ default controller إلى site لنقوم فورا بإنشاء site. وكالمعتاد PHP. class name يكون نفس اسم الكنترولر، ويرث من CI controller. وأيضا كالمعتاد function باسم index. يبدأ إذن بأول خطوة، وهي عمل load لـ pagination library. pagination. إن الخطوة الرئيسية في إنشاء pagination هي ضبط مصفوفة configuration الخاصة بها. ونبدأ مع ضبط الـ base URL. لا تخلط بين الـ base URL التي موجودة في الـ configuration والتي هي للموقع، وبين الـ base URL التي نريد أن نضبطها الآن. إن base URL هذه خاصة بالصفحة التي نريد أن نعرض الـ pagination داخلها، فننشئ مصفوفة الـ configuration ومع base URL سيكون كالتالي: site أو .php على site على index. هذا سيكون ال base URL لل pagination التي سنتعامل معها. تمام. نكمل مع total rows، وهو عدد الأسطر العظمي الذي نريد أن نعرضه داخل pagination.
ولنعرف عدد الأسطر يجب علينا أن نقوم باستعلام من الـ database التي نتعامل معها. اسم الجدول هو courses، ولنأخذ منه numbers. نكمل بضبط الـ configuration مع per page، عدد الأسطر في الصفحة الواحدة ليكون مثلا 6. وأخيرا تقريبا مع num links، وهو عدد اللينكات الأعظمي للباجينيشن. يساوي لنضعه عدد كبير نسبيا 20. تقريبا انتهينا من ضبط ال configuration، والخطوة التالية هي عمل initialize للباجينيشن، وتكون عبر تمرير مصفوفة ال configuration التي قمنا بضبطها قبل قليل. ينتقل الآن إلى مرحلة العرض مع View، لنقوم بعمل load لView. لم نقم بإنشائه بعد، لكن ليكون مثلا site view. لنقم بإنشائه. الآن نريد أن نهيئ مصفوفة الداتا التي نمررها كالعادة للفيو، وهي ستحوي أسطر الصفحات التي أسطر الصفحة التي نحن موجودون فيها. مثلا في الصفحة الثانية نريد أن نجلب هذه الأسطر فقط، فبالطبع يجب علينا أن نكتب استعلاما من الداتابيس ليكن records و db get. نلاحظ بأن تعليمة get تحوي ثلاثة بارامترات: table اسم الجدول، و limit عدد الأسطر التي نريد أن نجلبها من الجدول، والبارامتر الثالث هو offset. لنضبط table سيكون courses، ونريد أن نجلب أسطر بقدر per page، ولكن لحد الآن الاستعلام لن يكون فعالا بسبب أن كل مرة سوف يجلب الاستعلام فقط أول 6 أسطر من الجدول، ولذلك نحتاج إلى البارامتر الثالث وهو offset. وبمساعدة URI class نقوم باستبعاد كل أسطر الصفحات السابقة للصفحة الموجودون فيها. فكما تشاهدون في هذا المثال، لدينا دائما السيجمنت الثالث يتغير، سايت سيجمنت الأول وإندكس السيجمنت الثاني، ولدينا رقم يظهر في السيجمنت الثالث. إن مبدأ عمل pagination library هي استبعاد أو أن السيجمنت الثالث دوما يأخذ عدد أسطر الصفحات التي تسبق هذه الصفحة، فإن هنا 18 سطرا يسبق السطر الأول في الصفحة الرابعة. فلنضبط الأوفسيت بمساعدة URI class، لنعود مع مرحلة العرض ولنعود إلى view. نقوم بكتابة شيء ما بالview،
يبدو بأن هنالك خطأ معين في سايت. لنقوم الآن بتشكيل اللينكس للباجينيشن ونشكلها كالتالي. باجينيشن كرييت لينكس. تمام. نراقب السيجمنت الثالث، نجد بأنه يعمل بشكل صحيح. الآن ننتقل إلى مرحلة عرض البيانات أو عرض الجدول، فبمساعدة CodeIgniter يمكننا عرض البيانات بطريقة سهلة جدا باستخدام مكتبة Table. فلنعد إلى Controller ونقوم بتضمين مكتبة Table. نرجع إلى View لنقوم بتوليد الجدول. This table generate ونقوم بتمرير records الاستعلام الذي جلبناه قبل قليل من قاعدة البيانات. تمام. نجد بأن الأسطر قد عرضت مرتبة في الجدول باستخدام مكتبة table. لنلقي نظرة على كود ال HTML. تماما. قد شكلنا جدول بكل يسر وسهولة بمساعدة مكتبة table. ومع هذا نكون قد انتهينا من إنشاء pagination باستخدام المكتبة المضمنة في CodeIgniter. يبقى لدينا أن نقوم ببعض الستايل، ولتوفير الوقت سوف نقوم بجلب CSS مكتوب سابقا ونقوم بتركيبه. يمكنكم الحصول عليه طبعا مع ملفات الحلقة، لكن ملاحظة صغيرة قبل أن نركب الستايل، يجب علينا أن نضع روابط الباجينيشن أو اللينكس ضمن ديف معينة. تلاحظون هنا بأنها ليست موجودة ضمن ديف، لنضعها ضمن ديف لكي نستطيع أن نتحكم بها داخل الستايل. ولنقوم بذلك يجب علينا أن أو نقوم بذلك من خلال مصفوفة الكونفيجريشن. full tag open pagination. وفول تاج ولكن كلوز. ونغلق التاج. يبدو بأن هناك فصل قطع. نرجع إلى سورس. لاحظ بأنه قد وضع داخل ديف. لنقوم بجلب الستايل. ونقوم بربطه
ما موقعنا. سنستفيد هنا من بيج يو ار ال ولكن لم نقم بضبطه. مثلا نرجع الى فيو و بيز يو ار ال تماما. سي اس اس على ستايل دوت بي اتش بي لمجرد يبدو بأن هنالك مشكلة معينة. المشكلة هنا .php.css ولدينا هنا container. لنرجع إلى الصفحة ونجرب. رائع، هذا كل شيء لليوم، تابعونا في دروس قادمة.